عليكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من فقرتكم الهجرة المعاكسة، التي نستعرض من خلالها حياة شباب وعائلات غير جزائرية جاءوا للجزائر من أجل إنشاء مشاريعهم الخاصة بهم. ومثالا على ذلك نجد الأخوين نور الدين وأحمد اللذان يعملان في مجال تصليح وتصنيع العجلات في ورشة عجلات الشام. كونوا معنا. جاءوا من سوريا منذ عقدين من الزمن ليحطوا رحالهم بالجزائر، استثمروا باحترافية في مشروعهم الخاص المتمثل في بيع العجلات المطاطية وإصلاحها. الأخوان محمد ونور الدين سوار قررا توسيع نشاط والدهما والاستقرار نهائيا في الجزائر التي يعتبرونها بلدهم الثاني. جينا مشان نستثمرهم في الجزائر، مشان يقيموهم في الجزائر ونستثمروا. دخلنا على الجزائر سنة 2014 قبل ما يحطوا الفيزا، لأن حطوا الفيزا 2015، وقت فتنا لهون على الجزائر جيتنا اللهجة شوية صعبة. بعدين الحمد لله شهر شهرين ثلاث شهور أول سنة جيتنا صعبة، بعدين الحمد لله صرنا نستوعب نحكي معن يحكوا معنا. بعدين أول ما جينا لهون على الجزائر نحن كنا نشتغل خياطة. الخياطة كانت ناقصهم في الجزائر، وقفناها سنة 2016 ظلينا نشتغل سنة. 2015 بلشنا نشتغل شوي في شغلة الدويليب وما دويليب. واتفتنا في 2016 اخي الحمد لله صار يتعلم، تعلموا جزائريين وصار يتعلموا والحمد لله اتقن منيح. هو راح صار يشتغل دواليب والحمد لله في برج كيفان عندنا محل وعم يشتغل والحمد لله. بعدين صرنا ندور لقينا الشغل في الدواليب والحمد لله حلوه. جينا صرنا ندور انا وصاحبي جزائري في الدار البيضاء، لقينا هون في الدار البيضاء اول دخلي تبع الدار البيضاء مكان استراتيجي ومكان حلو. طلعنا دورنا على صاحب محل، مين صاحب المحل، استاجرنا المحل والحمد لله عم نشتغل. ومع الزباين نحن اهم شيء بهمنا في المحل ان الزبون وقت بنجي بنشتغله بيقعد بينبسط معنا، بيطلع بفوت يعني وقت بيشتغله وقت بيطلع انه مرتاح الحمد لله. نحن هاي اللي اهم شيء اللي عندنا، والزباين اللي بتجي لعنا الحمد لله اهم شيء الاتقان تبع الشغل تبعنا. ورشات في مختلف المناطق في العاصمه من بينها برج الكيفان والدار البيضاء تحديدا بشارع محمد خميستي، حيث يقوم الإخوان بتلبية حاجية أصحاب السيارات من تغيير إطاراتها والمراقبة التقنية للسيارة وخدمة التوازي ثلاثي الأبعاد، الفرامل، التفريغ وغيرها من الخدمات التي توفرها ورشة عجلات الشام. أنا كنت أدرس ما ساعدتني الدراسة، فصلت عن الدراسة اشتغلت في الدولاب العجلة المطاطية الدولاب والحمد لله يعني تعلمت مع أخي. أول شيء في عندي صعوبات لأني كنت في المدرسة، بعدين انتقلت على شغلي غير تبعي ألاقي كثير صعوبات، بس الحمد لله أخي ساعدني وكان عندي المعلم السعيد، يعني معلم السعيد كان يعلمني يقول لي هاي، يعني كان يساعفني يعني أمرار أغلاط يقول لي لا هاي مو هيك، لازم تعدلها، لازم تكون أحسن من هيك، وتضحك في المشتري يعني تقول لي أهلا وسهلا ونرحب فيه والحمد لله. يعني وحتى المعلم وسام السوري رابيدوس، عندنا محل كمان في برج الكيفان اسمه رابيدوس، الحمد لله ارتحنا واشتغلت كمان مع اخي وسام، اشتغلت علمني على فحص السياره، على تبديل الزيت، على عيار السيارات باراليز، وفحص كيف تفيري في السياره، عندنا عطل فيها عطل صغير، بعدين لازم تروحي حتى تلاقي وين العطل هذاك، لازم نكملها كليات السياره، لازم تكون من عنا من هون طالعة تمام، يعني ما في يعني يطلع يقول فعلا ما زبط لي هاي السيارة ما، ولازم نغسل السيارة قبل ما يأخذ المشتري، يعني لازم يطلع من عنا مبتسم وما في أحلى من هيك الحمد لله. يعني ومنشكر الله منشتغل دوزان سيارات، فحص وغيار أمطاصورات ولا تريونج، المقصات، الكليماير، عنا فرانات، عنا مبدل زيت، عندنا دواليب العجلات المطاطيه، كليبراج باراليز، والبدك يا يعني في عندنا الحمد لله. وهلا يعني قاعدين في الجزائر وما في احلى من هيك، ما في يعني ما لقينا احلى من هيك. بين الدار البيضاء وبين برج كيفان في كثير محلات، وهنيك المحلات في اللي بيبيع في الجمله، وفي منا اللي بيبيع في الديطاي في الجمله في القرو، وفي منا اللي بيبيع في الديطاي يعني في الحبه. المنافسة شلون بتصير وقت بنروح نحن بنشتري من عند أكثر من تاجر، وهون التجار بشوفوا اللي بياخذ أكثر قيمة
بصيروا ينزلوا له في الاسعار، بيعملوا له تخفيضات، بيعملوا له يعني شلون، بيعملوا له اكثر من حاجه. يعني انت مثلا تاخذ فوق ال 100 مليون يعني مليون دينار جزائري، نحن بنعمل لك بروموسيون تخفيضات 4%. مثلا انت بتاخذ مليار 10 ملايين جزائري، نحن بنعمل لك تخفيضات، بنسوي لك واجهه المحل، بنسوي لك اشهار في المحل، بنظبط لك الديكور تبع المحل. انت ناقصك مثلا عدي جسر مشان طالع سياره بون مشان العدي ما عدي، ما في عندك شيء بيرجعوا بيظبطوا لك اياه هني. والمنافسي كل واحد هون هلا صايرين التجار، كل واحد عم يبيع اكثر من سعر. ليش؟ لان الدواليب لها كمان وقت امتى بتموت الدولاب، اللادات تبعها، العام تبعها، اي سنه بيموت واي سنه ما بيموت. وفي في الدواليب بتلاقي اربع فصول، في تبع الشتاء واحده، تبع الصيف واحده، وتبع وهلا اكثر الدواليب عم يجوا كلهم كاتسيزو اربع فصول. العادات والتقاليد الجديده من اكل ولباس ولهجه لم تقف عائقا في وجه الشباب السوري الطامح والراغب في الاستثمار، بل شجعتهم الاوضاع على تعلم اللهجه الجزائريه والاعتياد على الحياه الخاصه بالجزائريين. هم في الجزائر والحمد لله ما في احلى من هيك. يعني هلا مثلا اول ما جينا على الجزائر لهون كان في شويه صعوبات، يقولوا لنا وش رايك سافا لا بس، يعني لا اي هي غريب شوي، نحن ما نمولفين على هون الجو تبع الجزائر، بس كان جدودنا هون يعني قالوا لنا روحوا على الجزائر، في يعني ما شاء الله عالم ما شاء الله. اول ما جينا يقولوا لنا لا بس لا بس، عندنا واحد الحلوى يقولوا له ملبس، يقولوا لنا لا بس. بعدين اصحابنا، انا فتت في المدرسه في 2015، فتت لهون على المدرسه تعلمت والحمد لله، يعني قرأت هون سنتين والحمد لله، بدوا يعلموني وش رايك سافا لا بس، قلت له الحمد لله. بعدين شوي شوي صاروا يعلموني كلمات، يعني هادي وشنو، هادي وشنو، هادي انت حبيت تروح وين، حبيت تروح مثلا، حبيت هروح اركب معي في طوموبيل، هروح روح معايا، هاي نروح للاصطاد. يعني نحن مثلا اصطاد ما بنعرف شو معناته، بنعرف ملعب، هاي نروح الملعب، تعي نروح على الملعب، انتوا ما تقولوا هاي نروح الاصطاد، هاي نروح المسيد ليسي سيام. الحمد لله ولفنا على اللهجة الجزائرية وما في احلى من هيك. يعني استقرينا هم في الجزائر وما في احلى من هيك، يعني ولفنا والضحكة على طول على وجهنا والابتسامة في وجه اخيك صدقة. وحتى الاكل امره بيجيبونا اصحابنا الجزائريين، نقول له ناي شو، قلنا كسكس هاك ذوق، ورجع لي بالاخبار شوربه، يجيب لنا اكلات كثير طيبه والحمد لله. يعني والفنا على الجزائريين هون والاكل صرنا ناكل معه، يعني ما كنا ناكل الصبح، في الصبح مثلا ناكل نحن جبنه وزيتون وزعتر مقدوس، مقدوسه باذنجان فيها جوا. هلا ولينا في الصبح نشرب، نروح نشرب كاس حليب ونشرب جاتو، ناكل جاتو ومع القهوة لازم هذيك تنعصر هيك يعني مرتبة مشان تزبط المخ، والحمد لله والفنا. بعدين الصبح بتوصل للصبح يعني جوه الظهر بنفطر عادي، والعشاء مثلكو يعني نفس الشيء على الساعة 5-6 بنتعشى والحمد لله. يعني ما ناقصنا هون شيء، وانا ناقصنا الا الإقامة، إقامة برك، وان شاء الله الله يقدرنا نفتح مو محل ولا محلين ولا ثلاثة، أكثر من محل. ونحن هم نشتغل في الجزائر يعني والحمد لله أنتوا ناسبتونا، يعني والحمد لله ما في أحلى من هيك، يعني معاملة معكو حلوة. السوريون في الجزائر مهاجرون فوق العادة، دخلوا عالم الاستثمار وحققوا نجاحا متواصل، هذا ما شهدناه مع عائلة سوار السورية.